مرحبا بمتتبعي ومتتبعات موقع لالا مولاتي. اليوم غادي نحاولوا نعدلوا جميع واحد مجموعه من التركيبات اللي الاساس ديالها هو مواد طبيعيه واللي كنحتاجوها في اليوم ديالنا. اول حاجه غادي نبداو بها هي هذاك الخليط ديال الزيوت الاساسيه اللي كنا ذكرنا على انه كيصلح لنا باش كنقاوموا حاجه من بين بزاف الحوايج اللي كتمكننا باش نقاوموا ديك لي زكاريان اولا القرضيات اللي كما كنعرفوا واحد العدد كبير ديال الاطفال، واحد العدد كبير ديال السيدات، واحد العدد كبير ديال الساده كيعانيوا من الحساسيه لهذا المشكل هذا. اذا اول تركيبه كيف ما ذكرنا غادي نصوبوها هي هذيك الخلطه اللي ذكرنا باللي اللي كتعاوننا باش كنتخلصوا من ديك القرضيات او لي زكاريان، خاصه بالنسبه للاطفال ولا السيدات ولا الساده اللي كيعانيو من المشاكل ديال الحساسيه ديال هذا النوع هذا. كنحتاجوا كما ذكرنا الزيت الاساسي ديال القرفه، كنستعملوا منه واحد 20 نقطه ديال كخليط. كما ذكرنا هذيك 20 نقطه كنديروها في واحد القارور اللي كتكون درنا فيها واحد الكميه اللي كتناسبنا من الماء. كنحتاجوا كذلك الزيت الاساسي ديال القرنفل لوجينيا كاروفيلوس واللي كنحتاجوا منها كذلك حتى هي واحد 20 نقطه. ثم كنحتاجوا زيت اساسي ثالثه اللي هي زيت الاساسي ديال الحامض جست ديال سيتروس ليمونوم جست، يعني ديك القشره ديال الحامض اللي معروف عليها انها طارده لهاد القرضيات. وكما كنعرفوا هاد الخليط ديال هاد ثلاثه الزيوت الاساسيه اللي هي متجانسه ومتكامله، يعني كتفاعل كما كنسموها وكتعمل اون سينيرجي باش كتعاوننا باش كنتخلصوا من القرضيات. كما ذكرت كما ذكرنا فهذه ما كيفيناش على ان احنا خاصنا ناخذوا الاجراءات الاخرى اللي هي جميع السيدات والساده كيعرفوا كذلك، مثلا ان ما يكونش موقيت، ما يكونش اغطيه، ما يكونش شي حاجه هكا. ملي كنساليو بطبيعه الحال ما عمرنا ما كنساو على ان هاد الرشات هادو كتكون بهذا الشكل هذا في جميع الاركان ديال الحجره اللي حنا بغينا ننظفوها. وما نساوش على ان قبل من هذوك الرشات ضروري ان احنا كنحركوه باش كيكون واحد باش كيتوزع لينا هذوك الزيوت الاساسيه في هذاك الماء اللي حنا غادي نستعملوه. هاد الطريقه هذه بطبيعه الحال غادي نستعملوها تقريبا واحد 10 الايام في الاسبوع. هاد الرشه كتكون ديال هاد الكميه كامله نحاولوا نرشوها، يعني ديك 60 نقطه في اليوم كنحاولوا نرشوها في جميع الاركان وكنخليوها واحد ساعتين تقريبا والحجره مسدوده. كنستعملوها يوميا مده ديال 10 ايام في الشهر، واحد المده على الاقل المده ديال 3 أو 4 اشهر. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.